السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على لو فيرب اتر اي افوار. فكيف هو مبين لكم في العنوان، بعد هذا الدرس إن شاء الله مستحيل تخطئوا مرة أخرى في لو فيرب اتر اي افوار، ويعني في الفرق ما بين لو فيرب اتر اي افوار ولوكسيليير اتر اي افوار. فغير نتابعوا، غنشرح بطريقة جد مبسطة، تبعوا الدرس للاخر وان شاء الله غادي تفهموا. فاول حاجه غنبداو بها هو لو فيرب افوار. شنو هو لو فيرب افوار؟ فلو فيرب افوار كنستعملوه للتعبير عن الملكيه، دونك كنستعملوه بوغ اكسبريمي لا بوسيسيون. دونك جي كتعني املك او عندي او لدي. جي مثلا جي 30 ans. J'ai 30 ans. عندي 30 سنة. عندي 30 سنة. J'ai 30 ans. مثلا J'ai une maison. J'ai une maison. عندي أو أملك منزل. J'ai une maison. أملك منزل. Exemple آخر. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. لدي ابنين أو طفلين. Donc j'ai deux enfants. لدي ابنين. فالآن اللي بغيت نقول عندي أو أملك أو لدي فهي j'ai. الآن اللي بغيت نقول تملك، يعني أنت تملك أو عندك أو لديك، فهي tu as. مثلا tu as une voiture. فغنعطيكم امثله بساط. tu as une voiture. لديك او انت تملك سياره. tu as une voiture. فهنا بالنسبه ل tu راه كنستعملوها مع الفيمينا والماسكولا، يعني انت وانت. tu as. انت تملك او انت تملكين. داكوغ. الآن إلا بغيت نقول هو يملك، هو يملك هي إلا اون فواتور. هو يملك سيارة. إلا اون فواتور. إلا. وهي تملك إلا. إلا هو يملك، إلا هي تملك. الآن إلا بغيت نقول نملك، يعني نحن نملك. nous avons هي نحن نملك أو نحن لدينا أو نحن عندنا. nous avons. d'accord. إلا بغيت نقول أنتم تملكون. vous avez هي أنتم تملكون أو لديكم أو عندكم. vous avez. يملكون يعني هم يملكون. ils ont هم يملكون. و elles ont هن يملكن. elles ont هن يملكن. فهذا بالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب avoir. قلنا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وعرفنا أن j'ai يعني أنا أملك، tu as أنت أو أنت تملك أو تملكين، هو il a هو يملك، elle هي تملك، nous avons نحن نملك، vous avez أنتم تملكون أو عندكم أو لديكم. ils ont هم يملكون. elles ont هن يملكن. دونك هذا بالنسبة لو فيرب avoir. دونك لو فيرب avoir هو فعل الامتلاك. داكوغ، واضح. الآن ننتقلوا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر، لو فيرب اتر كنستعملوه لو بغيت نعبر على كينونة، يعني أنا أكون. أنا هنا جو سوي. انا جو سوي. انا مثلا جو سوي كونتونت.
أنا فرحة. أنا فرحة. Je suis contente. Exemple آخر. Je suis de Marrakech. أنا من مراكش. Donc je suis أنا. أنا من مراكش. نمر الإكزامبل آخر. Je suis au travail. Je suis au travail. أنا في العمل. Je suis أنا au travail في العمل. Je suis أنا في العمل. فهذا بالنسبة je suis أو أنا. الآن إلا بغيت نقول أنت أو أنتي فهي tu es. Tu es. أنت أو أنتي مثلا أنت مريض هي tu es malade. Tu es malade. أنتي مريضة أيضا tu es malade. فهنا بزاف كيخطئوا في التفريق ما بين tu و tu es. يعني فين هي اللي كنستعمل مع لو فيرب avoir و اين هي اللي كنستعمل مع لو فيرب être. واحد لاشتوس بسيطة فعنا tu as كتبدا ب as كتبدا ب a و لو فيرب avoir كيبدا ب a. دونك tu as كنستعملوها مع avoir. tu es كتبدا ب e و لو فيرب être كيبدا ب e. دونك tu es كنستعملوها مع لو فيرب être. d'accord. tu as avoir. tu es être. الآن لا بغيت نقول هو. هو فهي إيلي. 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 E-S-T. إيلي. وهي إيلي. إيلي. نحن. نحن. نوسوم. نوسوم. نحن. نوسوم. أنتم. vous êtes. vous êtes. vous êtes. أنتم. الآن إلا بغيت نقول هم فهي ils sont. ils sont. وهن elles sont. elles sont. فقلنا بالنسبة لو فيرب être التصريف نتاعو هو je suis. tu es. il est. elle est. nous sommes. vous êtes. Ils sont, elles sont. Je suis, Anna. Tu es, Anta ou Anti. Il est, Hua. Elle est, Hia. Nous sommes, Nahno. Vous êtes, Antum. Ils sont, Hom. Elles sont, Huna. فهذا بالنسبة le verbe être. فقلنا le verbe être هو فعل الكينونة. أنا أكون. أنا أكون فعل الكينونة. داكور. الآن غنمر نتعرفو على لوكسيليير إتر إي أفوار. فسابقا شفنا لو فيرب إتر إي لو فيرب أفوار. قلنا لو فيرب إتر هو جو سوي تو إي إيلي نو سوم فوز إت إيل سون. أو لو فيرب أفوار هو جي تو إيلا نو زافون فوز أفي ils ont. الآن غنتعرفوا على لوكسيليير. فأولا شنو هو لوكسيليير؟ لوكسيليير هو مساعد الفعل. هو مساعد الفعل كنستعملوه باش كنساعدو الفعل في التصريف. ففي اللغة الفرنسية عندنا دو زوكسيليير اللي هما être et avoir. فقط عندنا غير جوج être et avoir. داكور. فقلنا لوكسيليير كنستعملوه باش نساعدو الفعل في التصريف. ففاش كيكون عندي ان طون كومبوزي اللي هو زمن مركب كيخصني دو مو. فان طون كومبوزي دوموند دو مو كيخصني دو مو. لو بروميي سي لوكسيليير. لو دوزيام سي لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كون فا كونجوغي. نشرح لكم بطريقه بسيطه. Un temps composé, le zaman murakkab, بحال le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, etc. هادو كيتسماو ازمنه مركبه او دي temps composés. فإلا عندي شي verb وبغيت نصرفو في هاد لي temps composés كيخصني دو مون اللي هما l'auxiliaire عاد le participe passé. لوكسيليير فعرفنا يا اما كنستعمل لوكسيليير être او لوكسيليير avoir على حسب لو verb. واش كنصرفو مع لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار. لو بارتيسيپ باسي هو لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كون فا كونجوغي. يعني مثلا عندي
ندي لو فيرب مانجي مثلا، بغيت نصرفه في لو باسي كومبوزي، ياك؟ شنو قلنا؟ كنستعملو لوكسيليير بلوس لو بارتيسيب باسي، فهنا مانجي كنستعمل معاه لوكسيليير افوار، دونك جي هو لوكسيليير افوار، و لو بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب مانجي هو مانجي. فدائما لي فيرب دو برومي جروب كيف كنعرفوا الافعال كينقسموا الى ثلاث مجموعات، عندنا لي فيرب دو برومي جروب، دوزيام جروب، اي ترويزيام جروب. بالنسبه لو فيرب مونجي كينتهي ب ار فراه كينتمي للبرومي جروب. فلي فيرب دو برومي جروب فاش كنصرفهم في لو باسي كومبوزي لا تيرميزون كتكون فيها او اكسون، دونك هاد مونجي هو لو بارتيسيب باسي، داكور؟ جي لوكسيليير هو جي و لو بارتيسيب باسي هو مونجي. شتي راه ساهل و بسيط. فإلا عندي شي فخاز مثلا جي مونجي اون بوم، جي مونجي اون بوم، أكلت تفاحة. فهنا عندي جي مونجي اون بوم، لنفترض عندي غير جي اون بوم، جي اون بوم. هنا هاد جي مكتسماش أوكسيليير، لا كتكون فيرب، لو فيرب أفواغ. جي اون بوم، عندي تفاحة، جي اون بوم. دونك هنا إلا قلت جي اون بوم، هاد جي سي لو فيرب أفواغ. أما إلا عندي جي مونجي اون بوم، يعني عندي دو فيرب، دو فيرب كونجوغي فهاد لا فراز، فهنا جي كترجع أوكسيليير، يعني مساعد نتاع هاد الفعل اللي هو مونجي. جي مونجي جي اوكسيليير لانه عندي دو فيرب. ولا عندي غير جي بوحدها او الى، مثلا الى مونجي اون بوم، الى عندي غير الى اون بوم فهذيك ا فيرب افوار، الى عندي الى مونجي فهذيك ا سي لوكسيليير افوار. بلاتي باش يوضح لكم اكثر نشوفوا اوتر اكزامبل. عندي الى ان ستيلو، إلى أن ستيلو. هنا شحال من فيرب عندي مصرف في هاد لا فراز؟ عندي غير فيرب واحد اللي هو لو فيرب افوار، ا، هاد ا سي لو فيرب افوار. وعندي اوتر فراز اللي هي إلى اشوتي أن ستيلو، إلى اشوتي أن ستيلو. هنا شحال من فيرب عندي في هاد لا فراز؟ عندي دو فيرب، عندي لو فيرب افوار اللي هو ا، وعندي لو فيرب اشوتي، le verbe acheter. Alors, بالنسبه la première phrase, had a, c'est le verbe avoir. هنا c'est le verbe avoir. Ou بالنسبه la deuxième phrase, had a, c'est l'auxiliaire avoir. علاش؟ لانه عندي a acheter. يعني had a غير ساعدت ليا هاد لو verbe. هنا هاد le verbe avoir ما بقاش verbe لانه ولا مساعد نتاع هاد الفعل ولا auxiliaire. L'auxiliaire avoir. فإلا عندي غير verbe واحد فراه سي لو verbe، اما être او avoir. وإلا عندي دو verbe فالاول كيكون auxiliaire، سواء l'auxiliaire être او l'auxiliaire avoir. فنتمنى يكون واضح لكم. الان عندنا واحد الكم هائل من الافعال، فميمكنش كل فعل غنحفظوه واش كنستعملو معاه être او avoir، فهذا لا يمكن. شنو غنديرو؟ فالافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر هما قلال شويه بارابور مع الافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. دونك حنا غنتعرفوا على الافعال اللي كنستعملوا معها لوكسيليير اتر وغنحفظوها، كيف قلنا انها قليله ما كثيرهش بزاف، وما تبقى فراه كنستعملوا معاه لوكسيليير افوار، داكوغ؟ دونك نشوفوا لي فيرب او الافعال اللي كنستعملوا معاهم لوكسيليير اتر، اللي هما naître, naître, décédé, mourir, rester, rester, partir, partir, passer, passer, aller, le verbe aller, venir, venir, monter, monter, descendre, descendre, intervenir,
intervenir, arriver, arriver, entrer, entrer, sortir, sortir, devenir, devenir, tomber, tomber, rentrer, rentrer, retourner, retourner. فهاد لي فيرب كنستعملو معاهم لوكسيليير اتر وما تبقى كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. دونك ضروري تحفظو هاد لي فيرب وتعرفوهم. وما تبقى كيف قلت راه كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. فهنا راه كاينين حالات خاصه، كاينين دي فيرب اللي كنستعملو معاهم ايضا لوكسيليير افوار، فهذا غنتعرفو عليه في حصص مقبله ان شاء الله. ما بغيتش دابا نصعب عليكم شويه الدرس، بنخليه بسيط. مره اخرى ان شاء الله غنشرحوا هاد لي فيرب امتى كنستعملوا معاهم لوكسيليير افوار. وبالنسبه ايضا لي فيرب برونومينو، يعني الافعال الضميريه بحال سو لافي سو ريفي، فكنستعملوا معاهم لوكسيليير اتر، لوكسيليير اتر. فنتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا صافي كتعرفوا تفرقوا ما بين لو فيرب اتر ولو فيرب افوار. فبالنسبة للفرق ما بين لو فيرب اتر و افوار و لوكسيليير اتر و افوار، فلو فيرب لو فيرب اتر و افوار كيكونوا بوحدهم في لافراز، وبالنسبة لوكسيليير هو كيجي مساعد الفعل. فتعرفنا على الافعال اللي كنستعملو معاهم لوكسيليير اتر، وكيف قلت لكم ما تبقى كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ما تنساونيش من لايك او جيم الفيديو، فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في الحصة المقبلة.